ولمعرفة المزيد ينضم إلينا من الحدود السورية التركية صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست. أهلا بك سيد جابر. بداية، كم بلغ إجمالي عدد حالات التسمم في الرقة وما هي الأعراض التي ظهرت عليهم؟ بداية تحية لكم والسادة مشاهدي حلب اليوم. أهلا بك. طبعا وثقت منظمة أطباء بلا حدود أكثر من 300 حالة تسمم. هذا العدد هو ليس العدد الكامل، إنما فقط من توجهوا المنظمة ذلك للكشف عن، أو ذلك نستطيع أن نقول لعدم ثقتهم بالمشافي التي تشرف عليها قسد. طبعا سبب حالات التسمم بحسب المنظمة هو اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في المدينة. طبعا توجه عدد آخر أو قسم آخر من المصابين بالتسمم إلى مشفى الفرات الخاص داخل المدينة. طبعا قسد وعن طريق المجلس المحلي صرحت أولا أن سبب حالات التسمم هو افتتاح مطعم حديثا وزع اللحوم بشكل غير صحي في المدينة، ثم تراجعت عن هذه التصريحات وقالت أن السبب هو الكميات الكبيرة من اللحوم، لحوم الأضاحي، أضاحي العيد التي قدمت للأهالي والتي ترافقت مع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة. طبعا هذا التصريح وصفه الكثير من الأهالي في المدينة بأنه تصريح مضحك وترافق مع موجة من السخرية حقيقة، لأن المدنيون، مدني الرقة، طبعا لا يخفى على أحد الحالة، حالة العوز التي يعيشونها في ظل حصار وممارسات قسد المفروضة على المدينة. بعد هذه المعطيات نستطيع أن نقول قسد فصلت 7 ممرضين وأطباء من مستوصف حي المشلب، وذلك لأنهم صرحوا بالسبب الحقيقي وراء حالات التسمم. إذن هنالك حالة من طبعا غياب الخدمات في المدينة، بالإضافة أيضا لعدم إصلاح أنابيب الصرف الصحي والتي اختلطت بالمياه. نعم، هنا السؤال، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ أليس هنالك جهات رقابية متخصصة باختبار جودة وصلاحية مياه الشرب وضمان تعقيمها قبل وصولها للأهالي؟ السؤال هذا متعلق ومرتبط بشكل وثيق بالتصريحات التي صدرت عن قسد. حقيقة لم تكن قسد لتصرح مثل هذه التصريحات لولا أنها تريد أن تخفي أمرا أكبر من ذلك، وهو العجز من الناحية الخدمية والعجز من الناحية الصحية. كما كنت أتحدث قبل قليل، معظم الأهالي فقدوا ثقتهم بالمنظمات الطبية التي تشرف عليها قسد وقرروا التوجه إلى منظمة أطباء بلا حدود وإلى أطباء داخل المدينة يعملون بشكل منفرد بدلا من التوجه إلى المناطق 300، إلى القطع الصحية التي تشرف عليها قسد. 300 حالة كانت فقط ما وثقتها المنظمة، والأعداد بحسب المعلومات كانت أكبر من ذلك. الآن بالإضافة إلى أمر اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه، مياه الشرب، وذلك بفعل القصف الذي دمر معظم البنى التحتية والأنابيب، نحن أمام معضلة أخرى أيضا وكارثة، وهي الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض في مدينة الرقة، والتي أيضا لم تتحرك قسد لإزاحتها أو لإزالتها ودفنها في مقابر داخل المدينة، بالإضافة أيضا إلى المقابر الجماعية التي تكتشف بشكل مستمر. طبعا الجثث التي تتواجد تحت الأنقاض حتى اللحظة تقدر بأكثر من 800 جثة، تسبب العدد الكبير من الجثث أيضا بانتشار أوبئة وأمراض داخل المدينة، ولم تتحرك قسد أيضا من الناحية الطبية. هم يحاولون دائما أن يقولوا أنهم قادرين على إدارة هذه المناطق، ولكن باختصار هم عاجزين بشكل كامل عن إصلاح ما دمروه خلال القصف على المدينة. الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب جابر، شكرا جزيلا لك.